خليني أبدأ مع حضراتكم النهاردة كالعادة الحقيقة، وزي كل يوم خلال الثلاث أيام اللي فاتوا من يوم الجمعة اللي فات لغاية دلوقتي، كل من له صلة وكل ما من ليس له صلة بالنادي الأهلي أو كل من ليس له صلة بكرة القدم بيحاول يتكلم باللي يعرفه أو باللي ما يعرفوش عن أسباب إقالة أو أسباب إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ. أو خليني أقولها بطريقة أخرى أو الطريقة الصحيحة منها، وهي تغيير أو حدوث تغييرات في قطاع كرة القدم. حضراتكم يعني شايفين الناس شغلة بالها الحقيقة بالنادي الأهلي وسايبة كل الأندية الأخرى، النادي الأهلي فقط. حتى في بعض الشباب أو بعض المذيعين مش مركزين مع النادي بتاعهم، مركزين مع النادي الأهلي. يعني مثلا لحد من ساعات قليله بعض مقدمي البرامج بيتكلموا عن التغييرات اللي عملها الاهلي في قطاع كره القدم، وانا هسميها دايما كده وهفضل اتكلم عنها بهذا الشكل، وبيقولوا اسباب ان شاء الله. انا يعني والله حاسس ان انا على بكره كده هلاقي 3000 فيديو مثلا بيتكلموا عن 650 الف سبب وراء رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكوره. بس خليني اقول للناس دي تحديدا، انتوا لعبتكم خسرانه لانه جمهور الاهلي بيواصل ضرب اروع الامثله الحقيقه في الانتماء والدعم لناديه مهما كانت الظروف ومهما كان جمهور النادي الاهلي يوافق او لا يوافق، سواء من هم في موضع المسؤوليه حاليا او من تركوا مكانهم. دايما المسؤولين او جمهور النادي الاهلي بيقف خلف مسؤوليه. الحكاية أبسط من البساطة واتكلمت فيها مع حضراتكم امبارح. بيحاول البعض الحقيقة، حتى أصدقائنا وإخواتي على فكرة، وبالمناسبة أي حد بيكتب لي حاجة على السوشيال ميديا، أنا في ناس قريبة يعني ممكن ما أكونش عارفهم شكلا حتى، ولكن ممكن يكونوا أنا عارف إن هم أهلاوية وأهلاوية بجد وبيحبوا النادي الأهلي بجد. فلما بيكتبوا حاجة بهتم وبشوف وبحاول إن أنا أرد عليها من خلال البرنامج كمان، عشان لكن اللي بقوله انه حيثيات القرار هي شأن خاص داخل النادي الاهلي. عايز بس حضراتكم او الناس اللي بتسألني، هو انت ليه بتقول ان الحيثيات او حيثيات قرار مش التغييرات اللي بتحصل في الجهاز الفني دلوقتي او في قطاع كرة القدم دلوقتي؟ لا، التغييرات اللي كانت بتحصل خلال الفترات السابقة العشرين تلاتين او من اول معرفنا النادي الاهلي لغاية دلوقتي كلها بتبقى تغييرات بدون أي قرارات أو بدون إبداء أي أسباب. أنا آسف، النادي الأهلي طول عمره كده وطول عمره بيتبع هذا الشكل في الإدارة. المناقشة بتكون داخل الغرف المغلقة لأن الأهلي بيحافظ على كل أبنائه. فعشان كده أنا دايما أقول لحضراتكم هذا الكلام، وده أنا اتعلمته من حضراتكم من جمهور الأهلي، إن حيثيات القرار هي حق أصيل للجنة الكرة فقط لا غير، للكابتن خطيب، للكابتن حسام، للكابتن زكريا، للكابتن محسن. وصدقوني محدش هيطلع يتكلم في الأمر ده تاني، الموضوع انتهى. أو حد من حضراتكم يفكرني يقول لي أسباب إقالة فلان الفلاني قبل كده، أو أسباب تغيير في قطاع أي حاجة، النشاط الرياضي مثلا السنة اللي من سنتين كده كان كابتن رؤوف اللي كان موجود، دلوقتي بعديه جه الكابتن خالد العوضي مثلا. يعني حد قال إيه هي الأسباب اللي مخلت الإدارة تغير كابتن رؤوف وتجيب كابتن خالد العوضي؟ محدش قال أسباب، كلهم ولاد النادي. وبالمناسبة كابتن رؤوف موجود وبيجي كل ماتشات الكرة وماتشات السلة وماتشات الطايرة وموجود في كل والكابتن خالد العوضي نفس الكلام برضو. أنا بس هنا أنا يعني ده المثل اللي جه في دماغي أو ده الحاجة اللي جت في دماغي. كابتن سيد من أقرب الناس أو من أكتر الناس اللي بتحب النادي الأهلي، مش أنا اللي هقول الكلام ده. لكن على فكرة يعني لازم أشكر جمهور الأهلي على ردود أفعاله الرائعة في كل شيء. الناس يعني بعد ما يعني الحمد لله امبارح الناس اللي اتفرجت على الحلقة ناس كتيرة كلمتني أو بعتت لي وقالت لي تمام، مقتنعين بجزء كبير من الكلام اللي اتقال.